من يدري غير نواف وبنته؟ اختك دانا. انا قلت لها علشان اوعيك. صدقني يا راشد، اللي ما يقبلك مثل ما انت بأسوأ حالاتك لا يصلح لك ولا تصلح له. بس من يبي مدمن؟ اللي يحب، اللي يحب ما يهمه شيء. بس دانا كانت تحبني. دانا لو كانت تحبك كان وقفت معاك، لو كانت تحبك كان ما همها شيء. الحب هو الحد الفاصل بين العقل والجنون، بين المنطق واللا منطق. اللي يحب ما يفكر بعقله، مشاعره هي اللي تحركه. اللي يحب اللي يبيه في الدنيا بس انه يكون حبيبه يمه. صدقني ما في احد واقف يمك غيري. اي بس انتي خنتي الثقه. انا انقذتك من نفسك، من مشاعرك. صدقني لو ارتبطت بدانا نواف من اول غلطه بتتركك وتكبر عليك. اي بس بدون بس. انت مو قلت ان انا مرشدتك؟ صدقني ما في احد يبي مصلحتك غيري. اذا سمعت كلامي بتصير احسن انسان في الدنيا وتحصل اللي تستاهلك وبتحس بطعم الحب والسعاده. اذا رجعت بتكون انسان ضعيف انتحاري، بتحكم على نفسك بالموت، بتذل نفسك والذل اللي يحبونك. Ha ha ha!